الشخص الذي يلطم زوجته كف ما هو رجال. الشخص الذي يضرب زوجته ما هو برجال. شخص ناقص ويريد أن يفرض ويكمل رجولته بضربه لهذه الزوجة المسكينة. يا أخي امساك بمعروف وتسريح بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب وبياكم. اليوم معنا قضية مهمة جدا، قضية الأخت العنود محمد. هذه البنت النجيبة، بنت صنعاء، هذه البنت قصتها قصة يا أخواني. أمها زوجتها لرجل على أساس تسترها. مسكينة الأم، ما هي داري أنها زوجتها لذئب بشري، لوحش كاسر ما يخاف الله ولا يتقي الله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذا الإنسان الذي تزوج هذه البنت اليتيمة لو أنه تزوجها ونوى أيضا كفالتها لكان كسب الأجر العظيم من الله عز وجل. لكن تخيلوا هذه البنت المسكينة تزوجت وعمرها 12 سنة وهي قاصر، ما هي مشكلة، لكن يتعامل معها هذا الزوج المجرم، هذا الذئب البشري، يربطها في البيت، يربطها برجلها للبيت عشان ما تخرج، تقوم تغسل الصحون وتكنس البيت وتنظف البيت ورجلها مربوطة، حتى إذا آوت إلى فراشها علشان تنام رجلها مربوطة. يا أخي في أي زمان نحن، في أي عالم عايشين؟ في كل دولة وفي كل مكان للمرأة حقوق وقوانين، إلا عندنا في اليمن يستهترون بالمرأة وهم قلة، الله لا كثرهم. تخيلوا هذا الرجل طلق زوجته التي هي هذه البنت الصغيرة العنود، طلقها ومن الحرقة والألم الذي في قلبه قاتله الله، ذهب إلى بيت أهلها، طبعا هي ساكنة عند أختها المسكينة، ودخل عليها إلى البيت وأخذها يسحبها بشعرها، ارجعي يا أخي أنت طلقت، الله لا يوفقك، الله لا يكثر من أمثالك، أنت طلقت، وأتوا البيوت من أبوابها، اذهب إلى القاضي، راجع، إذا وافقت ترجع لك، وافقت ما وافقت خلاص يا أخي، ما هو بالقوة يا أخي، الزواج بالتراضي ليس بالقوة أبدا. فلما رفضت سحبها إلى باب الحمام، انظروا إلى الحماقة. يا أخي ضرب اضربها ما هي مشكلة، ألطمها كف ما هي مشكلة، تسكب على وجهها أسيت، يعني أنت ناوي تحرقها؟ أنت لو في دولة غير اليمن يمكن تأخذ إعدام، يمكن تشنق، يمكن أقل شيء تأخذ سجن مؤبد. تسكب الأسيت على وجهها، الحمد لله أنه كان أسيت مخفف، لو كان من الأسيت الخام لكان أحرقها وقتلها في نفس اللحظة. المهم البنت هذه المسكينة بعد ما سكب عليها الأسيت وهو يضحك قاتله الله، فقدت عينها، وأيضا تم حرق جزء كبير من وجهها. يا أخي الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أنت ليش تتعامل بهذه الطريقة مع فتاة مسكينة، مع فتاة ضعيفة يتيمة؟ يا أخي اتق الله فيها، خاف الله يا أخي، أحسن إلى صاحبتك، أحسن إليها، احتسب الأجر. اليمنيين أرحموا قلوبا وألينوا أفئدة. نعوذ بالله يا أخواني، كل ما طلعنا من قضية طلعت لنا قضية أشد منها، كل ما خرجنا من مشكلة خرجنا إلى مشكلة أشد. ناس ما تخاف الله. يا أخي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشخص الذي يلطم زوجته كف ما هو رجال. الشخص الذي يضرب زوجته ما هو برجال. شخص ناقص ويريد أن يفرض ويكمل رجولته بضربه لهذه الزوجة المسكينة. يا أخي الله عز وجل يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها وترتاحوا. يا أخي ما هو اللي تضربها، تضرب بنت الناس ليش، تعذب بنت الناس ليش، تلطم بنت الناس كف ليش، إيش السبب؟ يا أخي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي شخص رسالة موجهة إلى الأزواج جميعا،
اتقوا الله في هذه الأمانة التي أعطاكم الله إياها. هذه أمانة في أعناقكم وفي رقابكم، ستسألون عنها يوم القيامة. ورسالتنا إلى القضاة وإلى الحكومة في صنعاء، هذا الرجل بالله عليكم يمشي ويتمشى في صنعاء وإلى الآن لم يتم القبض عليه، في أي قانون، في أي دولة نحن؟ لا بد أن يقبض على هذا الرجل، ولا بد أن يقدم إلى المحاكمة، ولا بد أن يأخذ جزاء حتى يكون عبرة وحتى يردع ويزجر. هذه البنت تذكر وتسرد قصتها بحرقة وألم وأسى، وهي تناشد ونحن نناشد معها أيضا، كل من كان له يد في صنعاء، رسالة إلى القضاء في صنعاء، رسالة إلى جميع المسؤولين في صنعاء وفي حكومة صنعاء، لا بد أن يتم القبض على هذا المجرم، ولا بد أن يقدم للمحاكمة، لا بد أن يحاكم حتى يكون عبرة لغيره، وحتى لا يتجرأ في المستقبل أي شخص على القيام بمثل هذه الفعلة. أرجو نشر هذا المقطع، وأرجو نشر هذه القضية حتى تصل إلى الجميع، وحتى يتم الأخذ لهذه المسكينة وهذه البريئة بحقها من هذا المجرم ومن هذا الوحش الكاسر. الله لا يرضى عليه ولا يوفقه، لا دنيا ولا آخرة، وحسبنا الله عليه ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله.